السلام عليكم، شلونكم؟ عيني شلون الأحوال؟ وياكم دكتور مصعب. اللي ما يعرفني يعني سينيور سبيشالست امرجنسي ميديسن. اليوم إن شاء الله بالتعاون مع دكتور نصرت، شكرا لهذه الفرصة، راح نحاول إن شاء الله نسوي ابروتش للتشست بين بيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت. اللي أنا بس دا أشوف هسه خلي يبدون ينضمون والطلاب، وحتى نشوف الكواليتي مع الفويس إذا everything is fine، حتى نتوكل إن شاء الله. اليوم المحاضرة راح تكون practical. أنا دائما أحب أسوي lectures practical، يعني ما راح نفوت بموضوع الباثوفيزيولوجي وموضوع الديفينيشن وموضوع يعني هاي المواضيع، لأن إحنا نريد هاي المواضيع كلها موجودة بالتكست بوك، موجودة تكست بوك of emergency medicine، تكست بوك of internal medicine. فهاي you can go there and have. نريد نسوي شيء practical وشيء يعني مو تقليدي صراحة، حتى لأن النهاية هي عادة، وبالنهاية هو إحنا نتعلم إحنا شيء useful to us، tricks وابروتش، وحتى ايضا يساعدنا بالكير اوف اور بيشنتس. اذا اي واحد يقدر ينطيني فيدباك بليز جوينرز على الفويس على هذا، حتى راح اعطي 5 minutes and we can start ان شاء الله. any comments، اي سؤال اقدر اجاوب عليه بعدين ورا اللكتشر. نشوف إن شاء الله نطول، maybe إذا الله سهل مثلا إذا نقدر 45 minutes 1 hour، لأن أيضا أنا عندي night call بالICU اليوم، بس عندي I have time يعني I even يعني a couple of hours I will be fine. إذا any feedback يعني على الصوت شلون الكواليتي let me know please. We'll wait for 5 minutes for others to join. أهم شيء الصورة، الصوت، everything is fine. إذا أكو joiners خلي يبدو الكومنتس، إذا أقدر أجاوب على الأسئلة خلال السيشن أو ما أقدر أجاوب أنا متأسف مقدما، بس أجاوبه بعدين بعد أن ينتهي اللايف.
تصور خل نبدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والجوينرز كان جوين اند ات اني تايم اند اسك ذير كويستشن. موضوع التشيس بين اذا نبدي نحكي عليه شويه بنشوف طبعا فيري فيري كومن برزنتيشن بنشوفها بالامرجنسي و ا لوت اوف patients came with comes with with chest pain. نريد احنا نسوي approach that it's safe for the patient and safe for us, that we will not miss any case of chest pain. طبعا هواي نشوف الكيسات of chest pain. طبعا finally بعض الاحيان يطلع musculoskeletal chest pain, بعض الأحيان يطلع بيريكارديتس, يطلع ريفلوكس يعني يطلع جرد, يعني مثلا غازات وما أعرف شنو ضاربة على صدري, ضاربة على صدر المريض حسب المصطلح اللي يقولوه المرضى. هذا إحنا يعني هذا الدايغنوز أوف اكسكلوجن. أنا ما أريد يعني أخذ أكون بري أكيبايد على أنه الحجي اللي عمره 60 أو 70 سنة وجاي fullness and upper abdomen ورا ما فطار وبيربينج واقول له اوكي هذا gases واطلع. maybe he has gases, بس يعني الافضل to make a unified approach that's safe for everyone. اول نقطة اريد اقولها بانه not every chest pain is cardiac. Not every chest pain is cardiac. لأن إذا إحنا اعتبرنا خلينا هاي النقطة ببالنا وخليته أنت بأنه هذا ال chest pain cardiac, أنت راح treated as a cardiac chest pain. وفي بعض ال diagnoses this will be catastrophic, يعني the patient will die eventually. ف أول نقطة نخليها ببالنا not every chest pain is cardiac. فنبدأ إحنا أول شيء نحكي practical. أول ما يجينا المريض chest pain, أنت حاول طبعا follow the emergency mindset بأنه A B C D and this algorithm. فأنت أول ما يجيك تحطه, حاول I know الED ازدحام الED, يعني as per the international protocol المفروض على المريض ينحط بريساس بيت, يعني تحطه بيت ريساس, لأن أنت ما تعرف till now ما تعرف what's wrong with that patient. تحطه بريساس, تربطه على مونيتر immediately. المونيتر راح يعطيك blood pressure, راح يعطيك saturation, راح يعطيك a strip of the rhythm, maybe you are lucky نشوف ال ST elevation أو نشوف ال finding B, وراح يعطيك الهارت ريت. هاي اذني اربع شغلات راح تشوفها انت بالمونيتور, وانت ايضا you'll have a look on the patient, how the patient looks. فمن هذا تخلي بالريسس, تحطه على مونيتور, راسا نجيب لك ممرض وياك, ها يحط له كانيولا, اوكي درو بلود, do ECG within 10 minutes of arrival. طبعا هذا as per the American Heart Association guideline. Any patient with chest pain, the ECG should be done within 10 minutes. I know maybe it's not practical. Maybe our ED is super crowded. This where I work, of course not that يعني crowded مقارنة بالمكان المكانات اللي يشتغلون بيها, بس even so والله حتى وان تصير crowded they يعني ما يحيدون عن الجايدلاين. البيشنت هذا هايبر ترياج, يعني ما يظل ينتظر, يقعد يدخلوه غرفة, إذا عندنا ريسس ينحط بريسس, إذا مو ريسس ينحط بغرفة عادية. والنيرس تروح رأسا ECG وتجيب لك إياه, أنت توقعه وتشوفه وتختم عليه within 10 minutes of arrival of the patient. أوكي يعني هذا الانيشال. هسه احنا خليناه بالريسس, خليناه على مونيتور, شفنا الاي سي جي اس فاين, ما بدا اشوف شيء يعني هوربل بالبدايه. البيشنت على مونيتور طبعا
أشوف ال level of the pain that this the patient looks in distress, look in pain, sweaty. لا تنسون حبايبي ال pain medication في طول قلبكم. إحنا هواي نركز على هواي شغلات نعوف ال pain. يعني keeping the patient in pain is inhuman. طبعا ال pain إيش راح يكون عندنا؟ I know you are يعني not that much of options. بس يعني please no non-steroidal. Non-steroidal. Don't give it in chest pain. لأن إحنا ما متأكدين هل هو real musculoskeletal pericarditis yet. فالبت best option for pain you can give morphine. إذا ما عندك morphine tramadol يعني الفكرة you can give opiate pain medication. طبعا plus minus antiemetics if indicated. لأن عادة الجايدلاين تقول مو شرط تطوي المورفين أو ويا الترامال أنتي أميتيك. You can give بس it's not a must. يعني إذا البيشن ما صار عنده شيء, بس إذا البيشن أصلاً vomiting from the pain you can give morphine plus ondansetron اللي هو الزوفران. أوكي هسه الآن أنا خليت البيشن على المونيتر, خليته بالريساس, سويت الإي سي جي, مدى أشوف الشيء يعني واو بالإي سي جي بحيث أنا يعني أركض أو أسوي له فت شيء significant right now. فخلي ببالي هسه أنا عندي أوكي أسوي أبروش للمريض, ها إلى هي was stable right now, أسوي له أبروش like الهيستوري والإكزام. تعرفون إحنا بالإي دي all things go together. يعني مو أسوي history بعدين exam بعدين شيء بعدين, يعني عادة things happen simultaneously. فأني رأسا شخلي من أشوف chest pain أخلي كلمة ببالي خليها ببالي ومن عدها أبدي الابروتش ماتي بالhistory والexam والfinding and I fine tune الdiagnosis بالضبط. فأنت خلي ببالك in chest pain you have to think rapid and have to be rapid. Excuse me about the E لأن هي for للقافية الشعرية, يعني you have to be rapid. Okay, but with E من هاي هي الكوزات اللي نخليها ببالنا إن احنا نسميها the killers five of chest pain patient. هاي الكيلرز فايف راح أول شيء ruptures of esophagus, acute coronary syndrome اللي تشمل unstable angina وال non-stemmy والstemmy, ال P هي pneumothorax, ال E هي embolism يعني pulmonary embolism, وال D هي ال aortic dissection. Okay. فأني أقول هل هذا acute coronary, هل هذا dissection, هل هذا embolism, هل هذا pneumothorax, هل هذا rupture esophagus. أوكي طبعا كل واحدة إلها approach, ها وإلها هسا نشوف بالhistory. أنت خلي الR rupture esophagus later on, فوت بالacute coronary syndrome وplease make sure it is not dissection, then pulmonary embolism, اثنين in the lung, embolism on pneumothorax, بعدين روح على rupture esophagus. أنا خليتها rapid حتى للتذكير حتى ما ننساها. زين أول شيء راح نجي نتكلم على الacute coronary syndrome. الacute coronary syndrome يعني قلنا هي الاستمي والنانستمي. هاي رأسا شون راح أفرزين, شون راح أعرفها؟ ها يبدي الكاركترستيك of the pain بالهيستوري, هذا إحنا يعني شايفي أقاري. خلي ببالك especially من ويا sweaty especially when it is exertional, جدا أتحرك جدا أمشي. أو كان يصير عندي دكتور سابقا بس هسه أشو التنك زاد عليه, chest pain زاد عليه, plus minus احتمال نشوف dyspnea ويا. ها والمريض عنده history مال coronary artery disease,
أنا صار عندي جلطة سابقا، تشوف على مديكيشن، كارديك مديكيشن، تشوف ويا مثلا heavy smoker، تشوف a lot of things that's criteria for the acute coronary syndrome. هذا بالنسبة لل الأكيوت كورونري سيندروم. عادة هذا الهيستوري سويتي اكزيرشنال بريشر ان نيتشر، يكون التشست بين اولويز نوت، يعني نوت دائما نشوفه لايك ذس. ايش راح اسوي بالاكزام؟ عادة الأكيوت كورونري سيندروم ما راح تراوينا ذاك الشيء، يعني عادة تفحص الهارت اوف ذا بيشنت ما راح تشوف فد شيء سيجنيفيكانت، حتى الانيشال اي سي جي ما راح اشوف ذاك التشينج بي انليس يو ار لاكي فالبيشنت اجى بوقت البين وسويت له الاي سي جي، يعني نوت اولويز، بس خلي ببالك نورمال اي سي جي بليز، نورمال اي سي جي وذ ا بيشنت وذ ا جود ستوري. جود ستوري يعني احنا بنتكلم مع الكارديولوجيست اون كول بنقول له ذا بيشنت هاز ا جود ستوري، يعني اسكيميك لايك بين دازنت اكسكلود اكيوت كورونري سيندروم، يعني خليه شويه وعيد للاي سي جي وعيد للماركرز. فاحنا بالاكزام نوت ذات ماتش صراحه، يعني ما راح نشوف that much. زين، هذا اني ايش راح يفيدني، ايش راح تفيدني التست؟ طبعا اي سي جي، سنت فور تروبونين، سنت فور دي دايمر، سنت فور اذر، يعني هي الكرياتينين، الفول بلاد كاونت، كوغوليشن بروفايل، هاي كلها تست انت راح تفيدك فور اول اوف ذا بيشنت. طبعا بليز يعني لا تعتبر all chest pain is cardiac. اوكي، انتظر شوي الى ان نشوف شكو ماكو. يعني الاسبرين، الكليكسين اللي هو الانوكسابارين او هيبارين، especially those two do not be in a hurry to give this medication. لا تستعجل بعطائهن، بس حتى نشوف هذا البيشنت اللي عنده chest pain هل هو aortic dissection or acute coronary syndrome. For the pain sometimes they give 300 milligram aspirin. It's fine. يعني بس don't go further. Okay. إلا إذا شفته يعني exertional sweaty وهذا you can give the aspirin. Okay يعني. رأساً أنا المشكلة اللي نعاني من عندها هي dissection. يعني we miss a lot of cases of dissection إن هو صراحة يعني جدا موضوع يعني مو specific findings، بس إحنا نحكي شيء حتى to protect us. إذا نرجع على ال aortic dissection، ساني خلصت ال history والexam، باوعت ال ECG، شفت ال story of the guy. خليني طبعا إحنا meanwhile I'm give him ال pain medication، give him maybe aspirin، keep connecting him monitor. هذا سولف وياه هسه. اوكي، اشوف الدايسكشن شنو سالفته. طبعا not always يجي الدايسكشن بانه هذا اللي نعرفه اللي هو الريبينج chest pain، ها ويروح راديت تو ذا باك. ها عادةً يعني نشوفه مو ما نشوفه، بس يعني خلي low threshold for that. بالمناسبة حتى abnormal ECG يجي ال dissection، فشوي ركز وياي بموضوع ال dissection. ال dissection نشوف ال history مالته، ال pain is different، قلنا مو دائما يجي، بس أكثرية الأحيان يجي pain يعني different in from the acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome more than a pressure. More than of يعني dull pain بالchest poorly described by the patient. يقول لك heaviness، هذا لا، هذا يجي severe high intensity in the beginning، أول ما يبدي high intensity ripping in nature بالchest to radiate to the shoulder blade، or sometimes radiate to in between the shoulder blade. أنا صراحة I saw two cases here in Dubai. Two cases. And وكان عندنا مشكلة بالتشخيص لأن الراديولوجيست يعني ما مقتنع كان،
كارديولز بس كانوا younger young usually ما عندهم risk factor. فا aortic dissection يعني شيء جدا حقير, sorry for that term. فالبين عرفنا يختلف أكثر الأحيان, يختلف عن 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 الـ عن الايورتيك عند الاكيوت كورونري سيندروم. طبعا examination وايز شويه الموضوع لازم and you have to document these finding. اوكي اول شيء شو اقول لهم عيني ميجر بلاد بريشر ان بوث ارمز, شوفوا لي اكو فرق لو ماكو. اذا السيستوليك فرق اكثر من 20 you have a suspicion of aortic dissection. يعني يعني واحدة من الarms 150 over 90, الarm الثانية 110 over 80 or 110 over 90. يعني أكو فرق, أكو فرق بال readings between the two arms. هذا رقم واحد أخلي. رقم اثنين أني أفحص look for radial delay and radio femoral delay. radial and radio femoral. اخلي ايد بلس على الراديال وعلى الراديال الثاني ودوكيمنت there no difference, واخلي radio and femoral هم اشوف اكو ديلي ماكو ديلي, احتمال نشوف احتمال ما نشوف, بس البلد بريشر ديفرنس هو مور سبيسيفيك. بعد التشيس اكس راي راح نشوف بها widening of mediastinum. طبعا هاي not specific but sensitive, ولهذا الامريكان هارت اسوسيشن ما اصور احنا نسويها, I'm not sure but ما اصور احنا نسويها, بانه every chest pain patient قلنا 10 minutes ECG and a portable chest x-ray within 30 minutes of arrival. هي ليش هاي حتى ندور to look to widening of mediastinum. هاي sensitive sign of aortic dissection. فركز لي على description of the pain, ركز لي على the blood pressure difference, the pulse deficit, ها with chest x-ray. إذا شوف any of these قلبك خلي يلعب شوية وقول أني على كيفنا, لنطي لنروح بالكليكسان ولنروح بالهيبارين ولنروح شغلات ثانية, it will kill the patient and will extend the dissection. طبعا نوبات we were very unlucky, ها من نسوي ECG طبعا يطلع usually non-specific ST depression T inversion اللي هي كلها تلعبك وتخليك تروح ويا الاسكيميا, فدير بالك. وبعض الأحيان ST elevation نشوفها بالinferior lead وانت فرحان وتقول هاي inferior stemi وتطي thrombolytic وتطي كليكسين لو هيبارين and the patient will code. اوكي هذا ال ST elevation بالinferior lead can be due to retrograde extension of dissection. يرجع الاكستند للدايسكشن, يرجع ريتروغريد يضرب الرايت كورونري يسوي كورونري ارتري دايسكشن يسوي له انفير ام اي. هذا انت يعني اف يو ار فيري انلكي صراحه, لان هاي كلها نشوفها تطلع انفير استمي. ولهذا قلنا تشيس اكس راي براير تو, لان انت هيك وضعيه اذا تقول احتمال هذا انفير استمي اور ايورتيك دايسكشن تايم از مسل, فانت لازم شو تسوي, لازم شو تسوي, راح تقول راح نسوي سي تي, ها وهذا waste of time. فأنت البيت سايد chest x-ray أو إذا أنت أو عمك اللي بالطوارئ عنده good skills بالإكو تقدر تسوي بيت سايد إكو and maybe you can find something. هذا ال dissection. Please ركزوا لي بين acute coronary syndrome وال dissection. نروح على موضوع ثاني. طبعا المانجمنت اوف افري كونديشن نخليها بوست ثاني ان شاء الله, او اذا صار وقت نحكي عليها على السريع فور افري كيس.
بس اي بريفير نحط بوست ثاني لان الدراجز والميديكيشن كلها موجوده يعني وان يو كان ريد ات بس الابروتش از ديفرنت يعني الابروتش وي نيد تو ستدي ات ويل. نيجي على شغلتين قلنا باللانك شغلتين وحده بالهارت وحده بالفيزلز الايورتا وشغلتين باللانك. الشغلتين باللانك نريد نحكي عليها اللي هي البي اي والنيوموثوركس بولمونري امبولزم والنيوموثوركس. طبعا بولمونري امبولزم هم راح الهيستوري هم توتالي ديفرنت عاده يجون صح chest pain اوكي بات مور اوف ا ديسني اوكي الديسني شويه تروح لنا اكثر ويا البي كان هابن وذ كاردياك بس تروح اكثريتها والبي ها. طبعا chest pain كان بي بلوريتيك اللي هذا يعني هم هاي ريسك يعني يجيك على صفاحي من اخذ نفس بلوريتيك chest pain اوكي معاها ديسني. واهم شيء بالهيستوري هو الريسك فاكتورز فور بي يعني عدا هيستوري اوف دي في تي اوبيس بوست ديليفري كانسر بيشنت ا لوت اوف ريسك فاكتور هي كلنا نعرفها للفينا ثرومبو امبولزم ان جنرال بوست سيرجري prolong immobilization هاي حتى بالهيستوري حتى نعرف احنا وين اقول لا والله اني اكثر شيء وي especially ديسني pleuritic chest pain اشوف الاي سي جي ما بي يعني اس تي elevation ها نشوف sinus tachycardia بالاي سي جي شوفوا الاي سي جي قد مهم يشوف لنا هوايه شغلات بالتشست بين نشوف sinus tachy احتمال نشوف تي inversion بالانفيرير ليدز معاها تي انفيرجن بالانتيرير ليدز شويه دربان اذا نشوف تي انفيرجن بالانفيرير ليد لان هاي مور سبيسيفيك اوف بي احتمال انتير سكيم احتمال بي فالموضوع يعني شويه راد له تركيز هنا الريسك فاكتور راح تكون فيري يوسفول. طبعا احنا اذا شكينا بي اي هم مو راسا نعطي اسبرين وكليكسان شيء اكو عندنا شيء نشوف البيشنت بروبابيلتي اوف هافينج بي اي اللي هو نقسمها لو ريسك وانترميديت ريسك or high risk. ال شلون هاي يسموه شيء اسمه ويلز سكور. الويلز سكور هذا من عنده راح نعرف احنا وين نريد نروح ويا هذا المريض. هل هو low risk لو هل هو intermediate risk or هو high risk. الويلز سكور انا حكيت عنه سابقا وهسا عيده صعبه ينحفظ فاني خليته بكلمه دافيه اذا تتذكرون البوست نزلته على دافيه هي دي في تي يعني احنا الرجل بالدي في تي تصير دافيه وورم فخليت هذا حتى حسب السكور فالدي ايش راح تصير دي في تي اور بي اي هيستوري الاي alternative diagnosis less likely or more likely ال P هنا راح يكون diagnosis يعني شفنا DVT بالleg or ماكو alternative diagnosis هل هو more likely or less likely يعني هل هي هاي اكو شيء يقول بانه goes يعني عندي ما اقدر اقول واحد عنده dyspnea وعنده leg swelling وcrepitation هذا هنا الالتيرناتيف دايز مور لايكلي ما اقدر افسر بان هذا هارت فيلير مو دي في تي فما انطي ثلاثة اذا ماكو شيء يفسر السيمتومز اكثر تفسير اللي هو للبي الالتيرناتيف دايز ليس لايك تحط ثلاثة باست هيستوري اوف بينا ثرومبو امبولزم يعني كان عندي اني دي في تي سابقا او عندي بي اي سابقا هارت ريت اكثر من 100 الاي immobilization more than 3 days bedridden أو 4 weeks مسوي surgery ال A active cancer أو 6 months last treatment receive وال H هي الهيموبتسيس أول اثنين راح كل واحد ياخذ ثلاثة أوكي الوراها واحد ونص
واحد ونص، ها، وهذا واحد، واحد ونص. You can يعني تراجعون السكور بعدين للتأكد من عند هذا. أنا راح أخلي المريض سويت دافية، راح أشوف بالهستري، سألت هستري هل هذا لو ريسك، لو انترميديت ريسك، لو هاي ريسك. قل لي أوكي أجي وياك. هذا الويلز السكور إذا أقل من 2 هذا لو ريسك، سكور 2 إلى 6 هذا مودريت ريسك، سكور أكثر من 6 هذا هاي ريسك. طبعا هذا 3 تيرز، يعني 3. أكو ناس تقول لا للدوخونة سووها أقل من 4 لو ريسك، أكثر يساوي 4 هاي ريسك. زين خلينا نجي على هذا. إذا لو ريسك قل له عيني بس سوي لنا دي دايمر حتى أسهلها عليكم. ال 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 الأمريكان عندهم pulmonary embolism rule out criteria، هاي هم بيها 6 شغلات من ضمنها التاكيكارديا، من ضمنها الهيموبتسيس، من ضمنها الكافينج اوف بلاد. اذا all negative يقول له كل شيء لا تسوي، حتى دي دايمر لا تسوي، روح للبيت. الريسك اوف بي اي فيري لو. احنا نقدر شو نقول؟ نسوي الدي دايمر. اذا الدي دايمر طلع نيجاتيف الله وياك، كل شيء ما عندنا. دونت بروسيد وذ سي تي ان جي او اور اذر ثينجز. زين مودريت سكور قول له اوقف عيني سوي لنا دي دايمر. طبعا خلي ببالكم حبايبي الدي دايمر نوت فور هاي ريسك. اوكي الدي دايمر فكرته احنا وي ار مس يوزينج ذا تيست. الدي دايمر فكرته بأنه شنو؟ to rule out PE in low to moderate risk patient. اوكي الدي دايمر طلع لي positive وطلع لي negative. طلع لي negative خلاص يعني كل شيء ما عندنا. طلع لي positive قول له اوقف اوقف اوقف، بس هذا دي دايمر بوزيتيف ومودريت ريسك للبيشنت. نيكست ستيب قول له اما سي تي بلمونري انجيو او في كيو سكان. انا ما اعرف الفي كيو سكان متوفر ببغداد او لا، اي دونت ثينك سو بت اي دونت نو فور شور، حتى واحد يكون اونست بالموضوع اي دونت نو صراحه. زين ويتش از ويتش؟ من نروح عليه يقول لي اوقف عيني. يعتمد على الرينال فانكشن اوكي او الجي اف ار او الكرياتينين. إذا أكو derangement بالرينال فانكشن، إذا deranged رينال فانكشن تروح على الفيو كيو سكان. إذا ماكو derangement بالرينال فانكشن تروح على سي تي انجيو. طبعا سي تي انجيو بتر. الفيو كيو سكان يفيدنا وكان رول اوت إذا نورمال تشيس اكس راي، يعني حجي عند history of TB أو عند pulmonary fibrosis أو عند fibrosing alveolitis أو عند all bronchiectasis ال VQ scan is a waste of time، لأن راح يطلع لنا non-conclusive result، ولهذا لازم to go back to CT angio. إذا chest X-ray fine، young age ما عندها شيء، X-ray ما عندها fine، ال VQ scan can rule out. إذا normal can rule out P. طبعا موضوع الزين. اذا نجي هسه احنا نحكي واقع، لان انا دا درسكم انتو يعني اللي بالعراق ببغداد، اذا ما عندنا في كيو سكان بالليل شو نسوي؟ وعنده البريض وسي تي انجيو مثلا ما نقدر نسوي، not practical to do it now or renal impairment. اطي فلويد حتى تحسن الرينال امبيرمنت، وانطي انتيكوغولنت انوكسابارين او كليكسين في حال ما حصلت سي تي في كيو سكان، ان ادمتهم تو ذا هوسبيتال. اذا تحسنت الرينال على امل ان تحسن الرينال فانكشن تومورو ان ذي دو سي تي انجيو، او اذا ما اعرف اذا اكو مع هذه الاشعه او شيء عندهم في كيو سكان تو دو ذا في كيو سكان ان ذا نيكست داي. لعاده حتى احنا بالمستشفيات مالتي اشتغل بيها ما عندنا في كيو سكان ان ماي هوسبيتال، في عندنا بالمين هاب وحده من المستشفيات التشري سنتر مالتنا اللي اشتغل بيها بيها في كيو سكان، فعاده احنا مثلا ندخلها بمستشفانا next day نحاول نسوي VQ scan وترجع، أو إذا improve the kidney function نسوي CT angio. طبعاً amount of radiation comparable مو فشي يعني، بس CT angio يعرض المرأة الحامل إلى risk of breast cancer لأن يسوي increase the radiation to the chest. زين يعني هاي سأنا وياكم
حلوة ما عندنا مشكلة بيها، نحول على الهاي ريسك. الهاي ريسك، الهاي ريسك بيشنت، الهاي ريسك بيشنت، انت هنا نو رول اوف دي دايمر. يعني حتى ما يصير واحد يقول لك تقول له هاي هاي ريسك، لا ما سكور كوما، يجي يقول لك الدي دايمر ايش قد هنا، لا ماكو شيء هنا. اكت ايميديتلي. اذا عندك لو ريسك فاكتور، عندك هاي ريسك بيشنت، تنطي كليكسين او هيبارين اذا ما عندك كليكسان، او بروسيد وذ ايميجينج سي تي انجيو اور في كيو سكان حسب ما حكينا. بس لا تنتظر الدي دايمر. اوكي لا تسوي يعني انت حتى انا من احكي راديولوجيست اون كول بالليل كونسلتنت بقول له مثلا هاي هاي ريسك، يعني ما اقدر اسوي دي دايمر اصلا. اوكي طبعا العلاجات هذا الهيستوري والاكزام، طبعا انت عندك كليكسان، عندك هيبارين، وعندك شنو ثرومبوليتك. الليتك هذا موضوع بعدين نحكي ب بوست ثاني. هذا الهيستوري اكزامينشن مال بي من الهيستوري كلش امبورتنت. الاي سي جي يعطينا ساينس تاكي تي انفيرجن، التشيس اكس راي طبعا خلي بالك التشيس اكس راي تكون نورمال، هاي مال هامبتون ما اعرف شنو، والبلورال انفاركشن والويد شيب انفاركشن، ترى هاي يعني مو دائما نشوفها، انا ما شايفها ابدا صراحه بس بالتكست. والاي سي جي مال اس 1 تي 3 كيو 3 هم يعني dont look for it صراحه، لان هي 8 to 10% of the patient. يعني احنا تقرا شيء بالكليه بعدين تشوفه غير شيء بالبراكتس، يعني ما راح انا صراحه يعني شايفه لو بمريض واحد لو ما شايف. يعني اكتيت ايمجن ساينس تاكيكارديا از فيري امبورتنت، تي انفيرجن بالبريكورديال ليد فيري امبورتنت سبيشلي اف يو هاف ماسيف بي. بعدين ايضا خلي ببالكم الايكو سام تايمز اذا عندك يو هاف جود سكيل تو دو ا بيت سايد ايكو، وان ذا اذا يعني لاكي راح اشوف الثرومبوس او راح اشوف الافكت على الرايت سايد اوف ذا هارت. اي ما اريد اتوخكم هالمواضيع حاليا. زين بعد شنو عندنا هنا؟ اللانج الثاني قلت لي هو النيوموثوركس. النيوموثوركس ما عندنا شيء بيه، يعني هيستوري يجي مثلا اذا برايمري او سبونتينيوس، يعني يجي تول ثين جاي كان ديل عاوه وكان قاعد بالبيت السنه اللي صار عنده دسنيه وبلوروتيك تشست بين. هذا الهيستوري عادة يكون سموكر اور بلس ماينس، يعني بس سموكر سموكينج از ا ريسك فاكتور يعني. وهم يجي نفس الشيء بين الموضوع لانج عادة يجي دسني. ها طبعا الفايتلز عادة تكون اوكي سبيشال ذا سمول نيوموثوركس. اوكي التنشن يعني يكون البيشنت شوكت تايرد و فيري سيك نوت لايك ذس. اوكي طبعا شو نسوي احنا كلنا شو نسوي؟ ندز تشيس اكس راي المريض، يعني اللي هو إذا stable enough can go this X-ray. الآن this is superseded by bedside ultrasound. إذا عمك أبو emergency oriented و skills مات good he can do a bedside ultrasound and they will show you how to do it. ما أريد أفوتكم الموضوع was much more sensitive than just X-ray. طبعاً صور لا تقدر تسوي bedside ultrasound إيش قد يخلي لك وقت. مثلا أنا المريض عندي مثلا ما دزت جس اكس راي، اسوي بيت سايد الترا ساوند سبيكر اللي عندهم ريب انجريز او على صدره وديفيكولتي بريثينج، يعني نريد نعرف هل هو هذا ميكانيكال ريب انجري او ريب فراكتشر وذ نيوموثوركس. بيت سايد الترا ساوند تطول تقريبا 5-10 مينتس، انت بعد لا دز على الاكس راي ولا رجعت الاكس راي ولا طلعت الاشعه ولا لو سنسيتيفيتي مال الاكس راي. اوكي فهذا عاده نيوموثوركس من الهيستوري. السكندري نيوموثوركس اللي هي تكون بسبب اللانج ديزيز، يعني اوريدي عنده سكندري تو لانج ديزيز، يعني فايبروسيس ما فايبروسيس ابوف 50 هاي نشك بيها سموكر. اوكي وشوف نيوموثوركس او احتمال بي اي هم خلي ببالك، يعني قلنا حسب الهيستوري. اوكي يعني هاي النيوم طبعا علاج هم نيوموثوركس هو بسيط، تقدر تحط اكسجين تعوفه اذا بيشنت اسيمتوماتيك اور فايتال ستيبل تحط اكسجين وخلاص ما عندنا مشكله بهذا. اوكي ونحكي قلنا كلها راح المها واحكي عنها بعدين للدايجنوسيس، يعني للعفو المانجمنت الميديكيشن مانجمنت وايز حتى يصير بوست ثاني حتى دونت اوفرويلم ثينكس. زين هاي خلصنا الاربعه. الخامس راح يكون عندنا الاسوفاجيال رابتشر.
رابتشر اسوفيجس. I saw two cases when I work in Baghdad. كانت young age, suicide attempt, شربة قاصر, وراها جتي chest pain, fever, ها وطلع يعني صار اسفنجير رابتشر, طلع ميديستاينس. طبعا نبدي بالهستري, هم نفس الشيء, عادة repeated vomiting, then chest pain, dyspnea, وإذا صار mediastinitis يعني content of the esophagus out بالmediastinum راح يكون fever, very sick, ill looking patient. يجي طبعا عادة يكون alcoholic مثلا repeat vomiting, repeat vomiting, وإجي أو واحد لا repeat vomiting وصار عنده وراء chest pain, dyspnea, now he has fever, لأن عادة يقولك عادها من الأكل يمكن فشي يتأخرون شوية من يجوا. أوكي, النوع الثاني خلي ببالك post endoscopy, post OGD. إذا post procedure فات قبل يوم أو يومين, هسه عدي chest pain, dyspnea, fever, هذا معناها صار mediastinitis and esophageal rupture, يعني iatrogenic post procedure. عادة يكون يعني الهيستوري يكون يكون قبله اكو شيء. البيشنت طبعا ميزربل, عبالك ابو الام اي, تايرد, سيك لوكينج, والفبرايل خلي الفبرايل شويه ببالك, خصوصا اذا اجى بعدين نات خلي ببالك يعني ماكو شيء فور شور, بس خلي ببالك اذا اجى فيفر يا تشست بين, هذا خلي ببالك احتمال مثلا هذا اسفجير رابتشر اذا البين سيكلي, او احتمال نيمونيا. اوكي, بالمناسبه الفيفر كان there are non infectious causes of fever اللي تشمل حتى الام اي حتى البي اي, فهواية مواضيع تجي, بس يعني عادة خلي ببالك يصير عندهم فيفر, repeated vomiting ويجي وراها, او post procedure يجي وراها, او مثل ما قلنا هاي اللي جت الله يرحمها دايت, شي دايت يعني after 36 hours suicide ingestion caustic, فصار عندنا شنو esophageal damage وصار perforation. اوكي, طبعا البيشنت مثل قلنا sick looking, احتمال sepsis like blood pressure low. طبعا هنا رأسا راح يكون تسوي له blood test FBC, CRP, white blood cell count. اوكي, broad spectrum antibiotic. chest x-ray راح نشوف maybe widened mediastinum. شوفوا هنا ايش قد الهيستوري فرقنا بالchest pain. انا اعتمد اعتماد جدا قوي على الهيستوري بالchest pain please, يعني حتى اذا I know يعني هو ازدحام, I know الطوارئ, بس يعني maybe 5 minutes extra توديك الاذر pathway. وادي mediastinum maybe نشوف pleural fusion. اوكي, we have patient sick fever or looking, هذا الاسوفاجيل رابتشر. طبعا احنا regardless of this هسه احنا تقريبا كملنا. اذا نجي على السريع نقول احنا للتشست بين اخلي المريض بالريسس, اخذ فايتلز, اخلي كانيولا, اعطيه بين ميديكيشن 10 minutes ECG حتى to wrap things up, حتى نعيدها على السريع, واني بالهستري والاكزام افوت بهذني الخمسه, acute coronary syndrome dissection خليها سويه, اللنج خلي بي اي نيوموثوركس, وخلي اسفجير رابتشر, وراها يطلع بيريكاردايتس, يطلع نيمونيا, يطلع ماسكولار, يطلع جيرد, هاي سباين, the patient will not die of this. انت هاي دايونس اوف اكسجين, تخلي الفايف كيلرز بالبدايه اوكي, وبعدين تبني المانجمنت اكوردنجلي. فاحنا البلدز راح تكون شنو التست نسويها فور اول ذيس بيشنت, البلدز راح يكون فول بلاد كاونت, سي ار بي, هاي الانفكشن والانفلاماتوري ماركرز, تروبونين طبعا, دي دايمر طبعا, اي سي جي, تشيس اكس راي, اي بي جي. طبعا نخلي ببالنا التروبونين نوت only cardiac, يصعد التروبونين, يعني اذا نريد نخلي
الكوزز طبعا يصعد بالايورتيك دايسكشن الصور باعوا ايش قد حقير الايورتيك دايسكشن يسوي لك ابنورمال اي سي جي يسوي لك بوزيتيف تروبونين بي اي يصعده سبسس يصعده رينال فيلير الصعده مايوكاردايتس الصعده برين بليدنج سب اركنويد هيموري جماعه الصعده حتى سترينس اكسرسايز ايضا صعد التروبونين سو بي كيرفول ان انتربريتنج ذا تروبونين تي دامر طبعا الاي سي جي قلنا راح يراونا هوايه شغلات very very useful راح يراونا هوايه تشيس اكس راي راح نستخدمها شنو احنا قلنا حتى نشوف الميدياستينوم maybe small pneumothorax راح اشوف او big pneumothorax the patient stable بس يتحمل 3 سم pneumothorax تروح تشوفها بالهذا ها تشوف maybe pneumonia اوكي maybe هوايه شغلات تشوفها بالاكس راي الاي بي جي اهم شيء اني ادور بالاي بي جي هو اللاكتيت ليفل اوكي لان معناها اكو سبسس اللي صعد به اللاكتيت سبيشال بالاسوفاجيال رابتشر ميدياستينايتس اي ريدكشن بالبرفيوجن يصعد اللاكتيت واشوف ايضا البي اتش سو اتمنى ما طولت عليكم فبس حتى نعطي something simple للابروتش نجيب المريض رأسا ريسس اذا ما عندك شو نسوي يعني تخليه بغرفه عاديه تاخذ الفايتلز تعطيه بين ميديكيشن تحط له كانيولا اوكي وبالهستري تفوت على الخمسه الكيلرز كاردييك يعني الاي سي اس والدايسكش خليه نسوي النيوموثوركس والبي اي خليه مسويه والاسفجير رابتشر خليه مسويه ما حكيت اني حكي اكستنسيف اوكي اعذروني اي ماي فورغوت سم بوينتس بس هاي وات اي دو And it always give me a good results. يعني إن شاء الله always give me a good result in the ED and at least to make you a safe doctor. Okay, please التزموا بالECG within 10 minutes and chest X-ray حتى إذا portable هي poor. You cannot send the patient chest pain to radiology to do chest X-ray. ويضيع هناك ومدر صار بي. خلي bedside chest X-ray. And الآن increasingly use the bedside ultrasound. إذا عمكم بالemergency أو الاختصاص موجود. وتقدرون تشوفون we see very nice results يعني صراحة very nice images we catch very nice very good diagnosis please آخر شيء acute coronary syndrome versus dissection please تحياتي يعني أسئلتكم all are welcomed إذا عندكم أي استفسار عندكم أي سؤال next post إذا الأمور نجحت مشت الأمور نسوي post time بس على علاج these cases and what we give him نحكي practically تحياتي